تتواصل المحادثات بين جمهورية تشاد وجمهورية النيجر اللتين تسعيان إلى تطوير علاقاتها الثنائية والاستفادة من القواسم المشتركة بين شعبي البلدين الشقيقين حيث وصل وفد النيجري بقيادة رئيس الوزراء النيجري علي لمين زين إلى البلاد زيارة شهدت لقاء موسعا جمع رئيس الجمهورية محمد إدريس مع الوفد النيجري ناقشوا خلالها مجمل القضايا التي تهم البلدين وقد حمل رئيس الوزراء النيجري علي مامان لامينزان رسالة شفهية من الرئيس النيجري عبد الرحمن تشياني إلى نظيره التشادي محمد إدريس ديبيتنو وقال رئيس الوزراء إن زياراتهم المتكررة تؤكد رغبة القيادتين التشادية والنيجرية في تعميق العلاقات ورفع مستوى التعاون بين البلدين الصديقين وتسمح هذه الزيارات المتواصلة للبلدين بالاستعداد والعمل لمستقبل أفضل معربا عن سعادته بانفتاح رئيس الجمهورية رأس الدولة محمد ديزديبيت وحكومته للعمل مع دولة النيجر اللقاء الذي استمر أكثر من ساعتين حضره وزير الخارجية الكادي عبد الرحمن غلام الله ووزير الخارجية النيجري بكرياو السنجري ووزير الشباب النيجري عبد الرحمن مدو إضافة إلى معاوني رئيس الجمهورية في الأمانة العامة والمكتب المدني لرئاسة الجمهورية